هالوصفة حلبية اسمها أرعب حامض أو اليقطين بحامض، نفس طبخ السفرجلية بس عواض السفرجل أرعب اللي هي يقطين. عجينة الكبة ما لها برق، منحط يقطين وبرغل، ممكن تكون مسلوقة تضيفوها للأرعب حامض، وممكن تقلوها لأولادكم بهالشكل، وممكن تكون محشية على مبدأ الكبة المقلية. طيبة كتير ومفيدة ومقرمشة. أنا بضيف لمكون بيعطيها قرشة، بدون هالمكون عذراً ما بتقرش. اللي بتقرش قرش اسمعوا صوتها، ما شاء الله ما شاء الله. ممكن من نفس العجينة كبة القرعة تعملوا كبة صينية، فعلاً ولا أطيب. طريقة خالي دلال حناوي. الأكترية بعملوها على الإيد بس هيك أطيب وبتقرش أكتر. هاي على الإيد كمان بتقرش، شوفي رقيقة كمان، شايفة؟ ما شاء الله فتحتهم كلهم. أنا بحاجة ل 500 جرام قرعة، أكيد رح نغسلها وننظفها من البزر بواسطة المعلقة، ومنقسمها قاسية، هي منقشرها بالسكين أو بالمبشرة، ومنقطعها مكعبات لا صغيرة ولا كبيرة، ومنحطهم على جنب. رح ننتقل لتحضير حشوة الكبة. نحن بحاجة لأربع بصلات كبار مفرومين فرم ناعم، وعلى نار وسط منحط معلقة سمنة البديل دهنة، منطب البصلات ومنحط معلقة ملح ليبل هالبصل، منضيف اللحمة رح نقلبها لناخد لون بني كاشف، منحط بهار معلقة البديل فلفل أسود، وبالنهاية بحط الملح. ومن بعد ما تبرد اللحمة بضيف جوز معلقتين كبار. رح أنتقل لتحضير عجينة الكبة. أنا بحاجة ل 500 جرام برغل، بغلي مي وبطب القرعة اللي هي 500 جرام، بغليها 10 دقايق وبرفعها وهي سخنة نار، بضيفها فوق البرغل. البرغل 500 جرام والقرعة 500 جرام، أكيد شربت سائل أثناء السلق. بحركها وبضيف لها البصل، بصلة وحدة ومعلقة صغيرة كمون وملح ومعلقة برش ليمون، وبدي أحركها وأتركها لمدة ربع ساعة. بعد ربع ساعة بضيف رغيف خبز، بقطعه لحتى يمتص السوائل الزايدة الموجودة بالقرعة. الخبز هو اللي بيعطي قرشة لكبة القرعة. رح أديره على الماكينة 3 أدوار، درته أول دور ورح أديره تاني دور، وأسمعك صوت الكبة. ما لازم تكون سوائلها كتيرة وتطمس معالم البرغلة. هذا سر نجاح الكبة المقرمشة، وقت السوائل بتزيد الموجودة بالقرعة الكبة بتفقد قرشتها وبتطلع لينة معك. وقت بتشوفيها ناشفة بتحطي مي، أنا حطيت 4 معالق مي. يا ريت ننتبه بأنه القرعة فيها سوائل، وأثناء سلقة لمدة 10 دقايق عم تشرب سائل، هي كافية بأنه تعطي للبرغل ليونة ورطوبة، ما بتحتاجي لنقع البرغل بالماء. درت الدور الثالث وصمغت الكبة، عطتني هالصوت ومتماسكة. هذا سر قرشة الكبة بقرعة. صارت عجينة الكبة جاهزة. بدي أجهز 1/2 كوب مي مع معلقة كبيرة نشا. أثناء التحضير بدي أبل إيدي مي ونشا، وجنبي معلقة زيت كمان، ببلل إيدي زيت للتمسيد ولفتح الكبة. بدي أشكل الكبة على إيدي، بليت إيدي مي ونشا ومسحت زيت، وعم بفتح الكبة وبرق وببرم لحتى أفتح فجوة عميقة، ما تسمكيها مشان تقرش معك. شايفة شقد رقيقة؟ رح نحشيها من هالحشوة. ونصيحة لله،
بتحضير عجينة الكبة اخلطي برغل غامق اسمه عمقي وبرغل كاشف تاخدي لون وطعم وقرشة. بكبسة بإبهامي وبحكم إغلاقة بين السبابة والإبهام وبدورة، وإيدي من حين لآخر بدها تكون نظيفة ومبلولة مي ونشا ومسحة زيت بسيطة. تاخدي كبة شكلها رائع من عدا الطعم. ونصيحة لله، اوعك يا عمري تغسلي البرغل وتفقدي المادة الصمغية الموجودة بالبرغل. نقيه ونسفيه وبللي خرقة مي وعصريها بشكل جيد وفردي البرغل عليها وطبطبي بالمنشفة على البرغل تعلق الأوساخ عليه. كرريها مرتين بس رح تحصلي على رطوبة للبرغل وكبة عم تقرش وناجحة مليون بالمية. حبيبة قلبي، اوعك تستهيني بقدراتك، هي مجرد تكرار رح تنجح معك وتتشكل، وممكن من خلال فنجان القهوة تشكلي هالكبة. رح نعمل كبة فاضية جود بالموجود وحسب الظروف، بلت ايدي مي ونشا ومسحة زيت وبرش طحين بالصينية. بدي اخد قطع صغيرة بكورن وبحطهم فوق الطحين. هاي الكبة بدنا نسلقها الفاضية، ممكن تحشيها وممكن ما تحشيها جود بالموجود. مناخد كرات هالكبة مندحرجن مع الطحين وبعدين منحطن بمصفي ومنغربلن لحتى يروح الطحين منن. هاي الكبة بدنا نسلقها وممكن تقليها. عملتلك محشية وفاضية. هلأ رح ننتقل لكبة درويش محشية مقرمشة بتاخد العقل. من خلال القالب بدها تكون بهالشكل متماسكة، ما لا طرية تنزل فورا من القالب. وانتبهي، ما بدي اياها لا طرية زيادة عن اللزوم ولا ناشفة تتشقق معك. حضرت المي والنشا وصبيته بكاسة طويلة مشان العصاية كلها تتبلل بالمي والنشا، وبدخل العصاية بدرويش الكبة وإيدي اتبللت مي ونشا مع مسحة زيت وعبدور درويش الكبة بهدوء وبسكر. بهالطريقة ما بتلزق العصاية بعجينة الكبة. نصيحة لله، شكلي خمس درويش كبة إذا ما في حدا عبساعدك مشان ما تنشف الكبة معك وتتشقق، ودايما غطي درويش الكبة. شكلت خمس حبات وسديتهم. هلأ بدي أحشيهم للخمسة وبنظف إيدي وبعدين بسكر درويش الكبة. وركزي صبية، بللت إيدي مي ونشا بين الفتحة الموجودة بين السبابة والإبهام وبحط بوز درويش الكبة بالفتحة وبدور بهدوء بتسكر معك. صدقيني كرريها مرتين وثلاثة رح تكوني ست الستات ومعلمت المعلمات. وبالنهاية بعمل هالحركة أنا، اتدربي عليها بتجنن، بتطالع درويش الكبة ممسد ومصقول صقل. بالنهاية بشمعه بمسحة زيت بإيدي مثل الكريم وبمزده. اتشكلت كبتنا. رح ننتقل لطريقة السلق. مي وبلح ومعلقة زيت. لتغلي المي بطب حبات الكبة الفاضية أو المحشية مع حبتين هيل. مجرد ما تغلي وتطوف الكبة هذا دليل الاستواء، بنتشلها وبحطها على جنب. الجزء الثاني دقلي بزيت غزير، كل واحد له طعمة مختلفة حسب ما بتحبي. ممكن انه تشكلي الكبة مباشر تكوريهم وتطبيهم بالزيت بدون ما ترشيهم طحين، بس إذا مسلوقات رشيهم طحين. هذا الفرق، انتبهي لهالنقطة. أخذنا لون ذهبي ممكن نرفعها ونقدمها جنب أرعب حامض، وممكن تطبيها بنهاية طبخ الأرعب حامض. الكبة المقلية
راح نحمي الزيت وببساطة منطب أول درويش ومننتظر ثواني لأنه بيبرد الزيت. لا تطبي أكثر من 4 حبات أو 5 حبات مشان ما تفتح الكبة معك. راح تسأليني خالي ممكن أن تفرز الكبة؟ نعم ممكن أن تفرز الكبة وقت الحاجة بتطالعيها قبل ربع ساعة، بس بتمزديها هي مجمدة وبتصفيها على كيس نايلون وبعد ربع ساعة بتقليها بزيت غزير. تاخدي كبة عم تقرش مستحيل تفرط معك، لأنه تكملة النجاح هو طريقة قلي الكبة. برجع بعيد، بتطالعي الكبة من الفريزر بتمزديها بإيدك وبتفرديها على كيس نايلون وبتتركيها ربع ساعة وبعدين بتحمي الزيت وبتقليها. وللأمانة يا صبايا أنا صورت أرعب حامض من أروع ما يكون، وللأسف بالغلط انمسح الفيديو. مش قد زعلت، قلت إنه بفصل وصفة أرعب حامض فيديو لحاله مشان ما يطول، وإذ حذفته بالغلط. المهم كبة القرعة بدون هبرة، جربوها ما بتندموا، اتعلمتها من أمي، هي طريقة أهل الساحل وأهل الشام، ما هي طريقة حلبية، ولكن الأرعب حامض حلبية للعظم. بتمنى حبايب القلب المشاركة واللايك لحتى أنسى تعبي، وفعلا فعلا تعبت بالفيديو وانحزن. تحياتي. عم تقرش ما شاء الله.